منيح اللي اجيت، هلا كنت رح اتصل فيك. شو صاير كمان؟ اخي مصطفى انطفى على الاخر هالمرة، طلع عليه صافن كل الوقت هيك، من شوي دلع على حاله الشاي وكان كتير سخن، ومع هيك ما حس، تخيل؟ لك قلبه محروق، مشان هيك. ولحتى تكمل اجى القبطان كمال، وحضرته حكى له قصة حماته مع المحلل، من وقت مصطفى فرط من بين ايدينا. ها، هذا اللي كان ناقص. اخي والله وجعني قلبي عليه، يعني على شوي كنت رح اقول له انه عم نلعب عليك. ما حكيت ما؟ لا ما قلت له شيء، بس كان وضعه بيأسي. خليني اطمن عليه لكان. اخي مصطفى، انت منيح؟ قولي الزلمة راح فيها، الشاسة عندهم ضرب على الآخر. شو كنت عم قلك لكان؟ أخي أنت منيح أخي؟ لك رد علي. محلل كرمال الله ما تعمل هيك، ليك فرطت على الآخر بتلاقيها حلوة بحقك؟ شو بدها تحكي الناس عنك؟ يلا يلا قوم مصطفى، يلا بقى. جدك عثمان هو اللي قالنا مشان نمزح مع مصطفى، كرمال هيك قبلنا. انتي قصدك رح نضحك على بابا يعني؟ طبعا عم نمزح معه، معقول يكون في هيك شي؟ حبيبتي امك وابوكي بحبوكن انتي ومحمد كتير. ايه بس شفت ماما كانت عم تبكي المسويات. هلأ ما حق تكون متضايقة لانها كتير عصبت من البابا، بس نحن عم نمزح. مرت عمي نفس؟ قليلي يا عيوني انتي عم تقولي الحقيقة، ما عم تمزحي، ما هيك مرت عمي؟ معقول هالشي حبيبتي؟ في حدا بيمزح بهيك شغلات؟ بعدين قديش فينا نضحك عليكي اصلا؟ يوم يومين؟ مستحيل انه ما ننكشف بالاخير، ما هيك؟ بس انا شو قلتلك؟ نحن بس عم نمزح معه، فهمتي علي؟ طيب بتحلفي؟ بحلف حبيبتي. يا روحي انا خفت كتير يتطلقوا. نحن منعتذر منك، مو قصدنا حبيبتي، يعني من الأساس كان لازم نقلك إنه كل هذا مزح. يعني ما رح يتطلقوا أبداً ما هيك؟ أكيد ما رح يتطلقوا، بس هالشي رح يضل بيناتنا ماشي؟ ماشي. يلا لشوف، لا تضلي زعلانة، أنا نازلة هلأ. تمام؟ تمام بيناتنا، ها اتفقنا؟ نعم طاهر. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.